فالمشكل عندنا حنايا كنطلبوا حنا في اطار دستوري اننا بغينا نعرفوا كيفاش هاد المساعده هادي كتعطى وشنو هما الحوايج اللي كيكونوا مطلوبين باش ان الناس يستافدوا، وداك الحوايج اللي كيتفرقوا واش داك الناس داكشي اللي خداو واش هو الحقيقه ديال داكشي اللي تعطى ليهم، ولا كاين واحد الناس خداو غير شويه وكاين واحد الناس خداو بزاف. ملي كنهضر مع الناس يقول لك انا وندير اللي قال لي راسي، باش دابا حنا بغينا نعرفوا هذا الشيء هذا واش الا كانت شي حاجه بغينا نفهموها، واش هذه حمله انتخابيه ولا واش مساعده. عمر الناس حدايا انا الناس خدامين انت الناس خدامين مابقاوش هضروا غير الناس اللي بغاو يجيو يهضروا. خصك تعرف دابا حاليا باش كيجي بنادم يهضر راه خاصو شنو؟ خاصو يكون مشجع. لا 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 السلام عليكم. هادشي اللي سمعنا راه ما مزيانش، كاين الناس اللي استبدات وكاين الناس المدينه القديمه الكزاله ما استبدات، والناس محتاجين مساكن ما عندهم شيء، عطاوهم لي كارطات تيستغلوهم. ها واحد بزاف، ها واحد اخرين، عدد ديال الناس، كاين الناس كبار في السن ما عندهم والو، عندهم الله سبحانه وتعالى، جات واحد البركه يعطيوها الناس ويعطيو الناس اللي كارت ديالهم، ما عطاوهمش ما ياخذوش من عندهم اللي كارت ديالهم. حشومه عليه، حشومه عليه. الناس كذات في الودايه بوقرون في الملاح سوق تحتي وقفه مزيانه في هذيك الشيء، وعندنا الدليل ديك الشيء مصور. عيب وعار على هاد الناس هذا، تيستغلوا الضعف هكا. والله ينصر سيدنا. كما تيقولوا الاخوان ايه، حنا من الساكنه ديال مدينه الانوار، مدينه الانوار عندها قيمه وهمه وهذا، كما قالوا الناس بصح الناس راه كاينين اللي ما توصلت لهم حتى شي حاجه نهائيا، حتى شي حاجه ما وصلت لهم. كما قال الاخ الناس كاينين في الديور ما عندهم حتى خبزه، ما عندهمش اللي يعينهم، ومن الناس المسؤولين اللي تيضربوا على المجالس وعلى كرسي البرلمان تيضربوا على راسهم وتيديروا الخواد بيناتهم النفاق والمنافقين، حتى تيقربوا الانتخابات عاد تيجيو يكذبوا على الناس ب 200 درهم ولا 2000 ريال. الناس ما بقاتش باغيه 2000 ريال ولا 4000 ريال، إذا كانت هذه هبه هيبوها الناس من الدول العربيه نعرفوها، كان ديالنا نعرفوها، كان من شي موقع واحد اخر نعرفوه، واللي باش الناس ياخذوا واحد الكميه هائله ويخبيوها عندهم وبداو يعطيو للناس بتوجيهات. لا يعقل لا يعقل لا يعقل. بصح الريحه فاحت وعباد الله طابت، حنا خدامنا خدمنا مع مالينا، وين عيد يضحكوا علينا، ضحكوا علينا وضحكوا علينا وضحكوا الشباب. ها هو جالس الناس راهم ساكن، لا حول ولا قوه الا، كاينين الناس اللي ما مخلصينش الضو الماء ما عندهمش منين، وانا وحده منهم، وكاينين الناس بزاف اللي ما كاينش اللي يدخل لهم ولو خبزه. فينا هما هاد المرشحين؟ فينا هما هاد الناس النواب؟ فينا هما هاد الناس اللي تيقولوا راه حنا تنتواصلوا مع الناس الناس المدينه القديمه؟ الناس المدينه القديمه مهمشه، الناس راه لا حول، داكشي راه تيبينوا لنا غير هضره. دخلوا اجيو يدخلوا ويشوفوا ويقلبوا على الناس اللي ما بحالهمش، ماشي تيدوز واحد وتيتعنقر هذا عطاه 50 درهم هذا عطاه 1000 درهم والناس تياكلوا هي بيناتهم. اللي هذا اللي عنده هاد التموين ما شافناش وما شفناش، ما شفنا لوبيرا ولا الكزا، الكزا فيها كميه كبيره. دابا يا السيد هذه ما خداش وواحد اخر خدا، واحد اخر كيكون خدام وواحد اخر خدامه وواحد اخر يدير لنا الشيء هذا. المهم حنا كنطلبوا غير فتح تحقيق حول هاد الشيء هذا الا كاين شي حاجه، حيت ما يمكنش يجي تموين من خارج المغرب ويتفرق ويدير لنا مشكل هنايا في البلاد. ها هما ناس هنايا، ها هما ناس هنايا تخلقوا. كلشي تعرى غير اللي ما بغاش يفهم واللي ما بغاش يقول الحق شنو هو. الناس اللي عندهم وفي يديهم الشغالات لاباس عليهم، هما اللي كياخذوا هاد الاعانات هادي، اما الناس اللي ما عندهمش المحتاجين اللي كثر منا وكثر منا وكثر منا، الناس اللي باغي اللي زايزه فيهم هذيك الصدقه ولا هذيك الحسنه راه هما في ديورهم، راه ما كيقلبوش، راه ما كيمشيوش يتقيدوا ولا كيعطيو لي كارت. يكون هادي في علمكم خصهم يجيو يدقوا على الدار، يدقوا على الدار على وداش غيلقاو فيها الناس ميتين، الناس ميتين ميتين، ما كاينش اللي غادي يرحم لهم وما كاينش اللي غيعطف عليهم. وهاد القضيه ديال التضامن اللي تبداو ينشروا تضامن تضامن، راه ما كاين لا تضامن لا والو، مع كامل الاسف راه ما كاين لا تضامن لا والو. كاينين واحد الناس يكلفوهم بهاد الشيء الاعانات هادي، فهمتيني؟ كاين الناس اللي عندهم المدخول، تلقى المراه خدامه والراجل خدام وعاد تيجي يزيدوهم بالقصاف،
وهادشي راه ماشي معقول. هادشي دابا راه الريحه عطات بزاف، راه ريحتنا راه عطات بزاف، وهادشي راه ما كيبشرش بالخير. انا هاد الناس هادي كتاجر في المآسي ديال الناس. دابا حنا علاش وقفنا هنايا؟ كون كان بنادم ما وقفش ما عندوش راه ما غاديش يهضر. دابا هادي جات واحد المناسبة اللي غادي بنادم شنو؟ يا إما كتكون واحد النية مزيانة على أنك تعاون الناس وكتجي كتحدى داك الشيء بطريقة اللي هي واضحة، يمكن لكاع الناس أن هذاك الساعة يمكن تناقش معاك داك الشيء، يمكن لا يدير شي خير راه ما يتخباش. دير شي خير، جات قلنا راه شنو كاين؟ حنا ما كنبغيش يقيدوا الناس في المقاطعة. جات دار وراه قالب غادي يستافد، واشنو خصو باش يستافد؟ هذا ما خدامش ولا هذا عنده الأولاد ولا هذه ما خداماش ولا هذه، راه باين داك الشيء. اللي عنده راه ياخذ واللي ما عندوش راه هو براسه ما غاديش يدير. هادو شنو ولاو كيديروا؟ ولاو كيعطيو لصحابهم كياخذوا في اللائحه الاولى، قال لك هما جاو شدوا دابا داك التمويل ولاو كيعطيو. دابا حنا بغينا نفهموا داك التمويل الا كان عطيونا حنا الا كاين التمويل هذا، هذا الربر وهذه 2020. دابا حنا راه مشينا على اننا مشى داك العصر، كنقول مشى داك العصر ديال ان واحد يبقى يجيب منه راسه ويدير داك الشيء اللي قال له راسه. الا كاينه شي حاجه يبينوها لنا. دابا حنا راه الشاه هذا عصر الشفافيه، ما كانش خبي عليا ما نخبي عليك، كاين شي حاجه مرحبا تعطيني، ما كاينش شي حاجه ما تعطينيش قلنا لك فالله المؤمنين قتاله.